11 او 12. لماذا؟ اولا لان النساء سيقومن بنقل الاحكام الشرعيه التي لا يطلع عليها الرجال ولا يعرفها احد. الاحكام المتعلقه بين الرجل والمرء، مسائل الحيض والنفاس والجماع والاغتسال والطهاره وامور خاصه. من الذي ينقل هذه الامور الخاصه التي يفعلها الرسول سرا مع زوجاته ولم يطلع عليها؟ من الذي ينقلها؟ من الذي يعرفها؟ امهات المؤمنين. ولذلك كان امهات المؤمنين مرجعا للصحابه حتى بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاعلى. كانوا اذا احتاج احدهم الى حكم شرعي يذهب الى بيوت ازواج النبي ويسالون بيوت ازواجه. وكانت السيده عائشه اكثر الصحابه حفظا للاحكام ولاحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان تعدد زوجاته من اجل ان يحملن احكام الشريعه الخاصه بالنساء لبني جنسهن. والمراه حين تشرح للمراه لا يكون هناك حرج ولا حياء كما يشرح الرجل للمرأة. ولذلك لما أتته ذات مرة تسأله عن الغسل وأجابها بوجوب الغسل، قالت ما فهمت. قال لها اغتسلي تقول ما فهمت. تريد التفصيل فتأتيها السيدة عائشة وتقول لها بينها وبينها سر، خذي فرصة قطعة من القماش أو قط وتتبعي أثر الدم يعني في الحي وتطهري كيف كيت وكيف.